بكم إلى حلقة جديدة من لبنان اليوم. دخلت البلاد زمن الانتخابات النيابية 4 أشهر ونصف تفصلنا عن الاستحقاق المنتظر منذ 9 سنوات. الرئيس نبيه بري أكد ألا تعطيل لا تغيير ولا تعديل في قانون الانتخاب، فما كتب قد كتب. وفيما ينتظر أن تبدأ التحالفات الانتخابية بالظهور بوتيرة سريعة اعتبارا من مطلع العام المقبل، في ظل الانتكاسة التي طرأت على العلاقة بين بعض الأفرقاء، وفي المقابل تنشط الاتصالات على خط بيت الوسط معراب لطي صفحة التباين. وفيما تدخل البلاد فترة الأعياد، يعقد مجلس الوزراء جلسته الختامية لهذا العام. أما إقليميا فيلتئم مجلس الأمن لدرس مشروع مناهض لقرار ترامب. هذه العناوين وغيرها من العناوين سنتابعها مع ضيفنا الأمين العام المساعد لحزب القوات المحامي فادي ظريفي. أهلا وسهلا فيك بحلقتنا. أهلا فيك، مرسي. يعني طبعا الموضوع القانون الانتخاب أو الموضوع الاستحقاق الانتخابي بعد دعوة وزير الداخلية أو بعد توقيع مرسوم دعوة الهيئة الناخبية فرد نفسه. صح. هو يعني طبعا الخطوة الأولى باتجاه الخطوة الأولى وللمرة الأولى لنقول أنه رايحين على انتخابات نيابية، هالمرة بموعدها وفقا للدستور والقانون والأصول. هلأ بالآليات يلي الوزير مناط فيه وفقا للقانون أنه يمشي فيها، بده يبلش يدعي فيها تباعا وحدة وراء وحدة. وبعتقد أنه الكل لاحظ أنه حتى قبل تم تعيين لجنة الإشراف، هيئة الإشراف، هذه كمان كانت خطوة من الخطوات. بجلسة الماضية كان في كمان إقرار النظام الداخلي على جلسة أعمال مجلس وزراء اللي سبق، وبالتالي التتابع، هذا التتابع بوصلك لمطرح واحد على انتخابات إذا الله راد بأيها. يعني ما بقى في أي محاولات أو أجهدت محاولات تعطيل أو محاولات إلغاء هذه الانتخابات أو تأجيل رابع، يعني كان في توجس لدى عدد من الأفرقاء أنه في محاولات معينة لا تأجيل الانتخابات، يمكن لحسابات انتخابية، يمكن لحسابات رئاسية، في كان هذا الخوف يعني. بالمرحلة الحالية نحن رايحين بشكل واضح وبخطى ثابتة على انتخابات، يعني ما حدا يفكر يشتغل عكس ذلك. مفروض كل القوى السياسية حتى مش القوى السياسية، أفراد المجتمع المدني اللي حابين أنه يخوضوا غمار الانتخابات، يعني ندعيهم يتفضلوا يبلشوا يحضروا حالهم مثل الآخرين، لأنه بخطى ثابتة احنا رايحين على الانتخابات. هلأ ما لا يخلقه الله، صراحة صرنا عم نحكي بموضوع آخر. نعم. بس على المستوى السياسي والقرار السياسي والتقنية والوقائع والتقنيات احنا رايحين على انتخابات نيابية دون أي تأجيل. نعم، المرة الأولى يخوض لبنان الانتخابات على أساس قانون النسبية، هي المرة الأولى، وأيضا على أساس الصوت التفضيلي. إلى أي مدى هذا القانون خلق إرباك لدى الماكينات الانتخابية؟ يعني الصوت التفضيلي خلق منافسة حتى بين أعضاء الحزب الواحد واللائحة الواحدة، يعني الماكينات الانتخابية برأيك إلى أي مدى ستكون مؤهلة للتعاطي مع هذا المعطى المستجد؟ صراحة هذه نقطة كتير مهمة، وأنا بشكرك أنك ضويت عليها من هالزاوية، لانه عاده اغلب اللي عم يتعاطوا هلا بالشان العام كلهم بيصيروا يقولوا في قانون انتخابات صعب ما حدا فهمانه. صراحه مش مطلوب انه حدا يفهمه بكل بساطه، بما فيهم حتى اللي بدهم يشتغلوا بالمكانات الانتخابيه للاحزاب. بكل حزب او بكل مجموعه في خليه صغيره هي مولجه انه تدرس وتكون على بينه بكل تفاصيل القانون، لانه هي على اساسها بتقدر تعطي الراي بأي تحالفات من روح كيف بتطلع النتائج إلى آخره. أما الناس صراحة فولا أبسط من هيك، وإذا بدك يعني بما يسمى بالإكسين، يعني إكس وإكس، الناس صحيح. بكل بساطة، وأكيد جمهور اللي عم يسمعنا بيعرف أنه اليوم إذا عنا ليحتين بكل بساطة أنا بوصل بدي أطلع بها الليحة من هو المرشح يلي بالنسبة لإلي يمثلني في هذه اللائحة، بحط حد اسمه إكس وبرجع بطلع على الليحة ذاتها بحط إكس تاني، وبالتالي بينتهي دوري كمقترع. نعم. هلأ كيفية الاحتساب وآلية الاحتساب صراحة أنا بقدر هلأ أحكي عنها، بس بتكون دون جدوى، بنكون عم نضيع الناس، لأنه الناس شو بهمهم إذا في شيء اسمه حاصل انتخابي أو في عتبة إذا اثنين مختلفين نسبهم عن بعضهم ولا تم دمجهم مثل ما صار هلأ بالقانون، إذا كان الصوت التفضيلي بينعمل على الدائرة ولا على القضاء، إذا كان يحتسب بشكل عمودي ولا بشكل أفقي ولا وفقا للآلية اللي تم إقرارها حاليا. هودي كلهم الناس على مستوى الثقافة العامة حلوين مش أكتر من هيك، بس إذا كنا عم نحكي فيهم بما يتعلق بآلية الانتخابات والناس تعرف دورها بالانتخابات، الناس بكل بساطة لما تفوت على قلم الاقتراع لحتفوت ما تلاقي حدا برا لا عم يعطيها لايحة
ولا حدا رح يقول له رح علم لك هيدي اللائحه، ولا رح يقدر يشكل لائحه مثل ما اللبناني عاده معود، ولا رح يكون في لوائح ملغومه بحط اسمي بلائحه مش لإلي، او كلهم ما رح نشوفهم، لانه وزاره الداخليه رح تكون طابعه بشكل سلفا كل اللوائح ومحضره بقلب اقلام الاقتراع، وبالتالي بيوصل المقترع. يعني انا بكره وقت رح اطلع على الانتخابات رح اعمل مثلي مثل كل المواطنين اللبنانيين، رح يروحوا يقترعوا، ويلي بندعيهم بالمناسبه بكثافه كبيره انه يعبروا عن رايهم، لانه بالنتيجه الانتخابات هي الحاله الوحيده يلي من خلالها فيك تعمل التغيير، يلي بيكون منشود عند الناس، مش السكوت او الامتناع عن المشاركه هو اللي بيؤدي الى تغيير الوضعيه السياسيه يلي في البعض عم يشكو منها. وبالتالي فاذا انا بوصل رح اجي اطلع، مثلا انا بدار القمر اكيد احنا في عنا مرشحنا استاذ جورج عدوان، انا بتطلع بهاللائحة بكل بساطة وين بلاقي اسم استاذ جورج عدوان، بحط له اكس حد اسمه، وعلى اللائحة ذاتها بطلع بحط اكس، بكون انا اكملت دوري بالعملية الانتخابية، وبروح ساعتها بعمل شيء ثاني بالنهار اكيد. هلا كوني انا حزبي بكون ممكن يكون عندي مهام اخرى، بس اي مواطن اخر بيرجع بروح بيقضي نهار مع عائلته الى اخره اللي بيريده، وبيكون عمل دوره دون اي مجهود ودون اي عمليات حسابيه معقده لا بتقرب ولا بتاخر. نعم، ولكن في توزيع الصوت التفضيلي، يعني حضرتك اعطيت مثلا عن شوف، يمكن يكون في بشوف اكثر من نائب عن هذا المذهب. انا نعم. كناخب بدي انتخب بها، بدي اعطي صوت التفضيلي على اساس مذهبي، بدي اعرف بدي اعطي لهيدا الشخص او لهيدا الشخص، انا اثنيناتهم انتخبتهم. نعم. فهون دور الماكينات الانتخابيه يمكن توزع الصوت التفضيلي بين الناخبين. هون صرنا عم نحكي بشغله يعني الجمهور عامه مش هو المعني فيها، هيدا اللي حكيت عنها انا، يلي بيكون في خلية متخصصة مثل احنا عنا بالحزب، في خلية وفي خلايا فرعية متخصصة بهذا الموضوع. يعني نعطي مثال، لنعتبر نحن بدايرة رح يكون عنا أكثر من مرشح، نحن ما نكون زينين عدد الأصوات يلي لازم كل من المرشحين أن يحصل عليها، وبالتالي احنا منوجه الملتزمين أو المناصرين أو القريبين منا أن يروحوا مين رح يصوت لهالشخص ومين رح يصوت للشخص الآخر. هيدي عملية يعني تعتبر بميزان تعديل الصوت التفضيلي لما يروح الصوت التفضيلي بلا سبب. يعني اذا نحن عندنا مرشحين وعادة ممكن يكون الجمهور القواتي او القواتيين او المنتسبين يمكن يفضلوا مرشح على اخر، بس المرشح يلي ممكن حدا يفضله اذا اخذ كثير من الاصوات بتكون بلا طعم مثل كانه ما اخذ اصوات، وبالتالي هيدا دور الماكينات الانتخابيه وقت بيكون عندهم توزيع للاصوات انهم يدرسوا كيفيه توزيع هالاصوات سواء وفقا للعيال او للضياع او الى اخره. مع الاشاره ما بعرف اذا انا فهمت عليك صح لما حكيتي عن موضوع المذهب، انا ما بصوت كمسيحي ماروني من دار القمر، انا ماني مضطر صوت لماروني. مانك مضطر، بس عم نقول في حال انا اليوم كحزبه، لا انا بحكي عن حالي، انا كحزبه انا بروح بصوت للمرشح الحزبي. هلا يلي منه منتسب لاي حزب بيقدر هو ينقي الشخص اللي بيريده من مذهبه او مش من مذهبه، المهم يكون من ضمن الدائره يلي هو عنا. يعني اليوم انا حضرتك من الشوف، انت فيك تنتخب اللي بتلاقيه مناسب من الشوف، مانك مضطره لا من مذهبك ولا صحيح. من منطقتك، المهم يكون من منطقه الشوف وفقا للوائح الشطب، واصلا بكره رح تكون ظهره لإلك للعيان حتى بتقسيم لوائح الشطب، بردون بتوزيع اللوائح يلي حتحطها المعد سلفا من قبل وزاره الداخليه رح يحطوا لك بشكل واضح انه انت بحق لك تصوتي هون، ليه؟ لانه مثاقبه انه دار شوفوا عليه هن دايره وحده. صحيح. بينما حضرتك من الشوف ما فيك تصوتي لحدا من علي والعكس صحيح. وبالتالي لا، هاي العمليه كلها واضحه. وعمل الماكينات الانتخابيه هو توضيح لبعض التفاصيل الصغيره يلي احنا لازم الناس يعرفوا يلي المقترعين ليروحوا يقترعوا وفقا لقناعاتهم السياسيه. نعم. الأزمة السياسية اللي مر فيها لبنان مؤخرا واستقالة الرئيس الحريري طبعا أخرت رسم مشهد التحالفات الانتخابية، يعني على بعد 4 أشهر ونص من الانتخابات. نعم. النيابية تأخر رسم التحالفات. اليوم برأيك هذه الفترة المتبقية قد رح يكون لها تأثير بمشهد رسم التحالفات، وتحديدا الخلافات اللي صارت والخلافات بينكم وبين تيار المستقبل وبينكم وبين تيار الوطن الحر، قد ايه إعادة خلط أوراق الانتخابات؟ هلا بعتقد يمكن طرحتي صورة كاملة متكاملة وكثير كبيرة ومشعبة، رح جاوب عليها. أولا، هل نحن الوقت دهمنا على التحالفات؟ أنا برأيي لا، بغض النظر عن ما حدث من استقالة رئيس الحكومة وصولا لليوم، أصلا هودي ما كانوا من ضمن
الفترة يلي بتتم فيها التحالفات. هالفترة عم تكون في كلام، كل الناس عم تحكي مع كل الناس لتشوف أي أفضل صيغة لكل واحد ليقدر يخوض الانتخابات. بس صراحة أنا برأيي مش قبل شباط، بغض النظر هلأ إذا كان ناس مقتنعة بتحالفات معينة أو مش مقتنعة بتحالفات، ستتحالف أو ستتخاصم، نحن بننطر شباط يلي هي المهلة يلي مبدئيا بتكون انتهينا فيها من تقديم الترشيحات. وشباط منه جاي من بدون سبب، يعني يمكن كان راحت لأدار أكثر أو راحت لنيسان، بس عادة وفقا لأحكام القانون الجديد اللوائح لازم تكون كلها خلصت قبل بشهرين، قبل بستين يوم، مادة 46 يوم عظيم صحيح. وبالتالي هودي الشهرين يعني عمليا نحن نكون عم نحكي بشباط، مفروض تكون كل القوى السياسية أعلنت عن مرشحينا وانتظمت بلوائح مع ولا ضد، ومن هنيك وبالطالع بتكون عملية فاتت جد بمرحلة التحضير للانتخابات، يعني الخطاب السياسي، البرامج السياسية إلى آخره، كل المرشحين اللي حيقوموا فيها. وبهالطريقة بنكون نحن انتقلنا من التفاوض السياسي الحالي يلي ممكن يكون عرضة لتغيير من هلأ لشباط لثبات، لأنه لما بيثبتوا مجبورين خلص صاروا بفرض لوائح مجبورين يحضروا هالانتخابات سوية، وبالتالي منروح مننطلق بشكل مباشر لنهار الانتخاب. فإذا بما يتعلق بمرور الوقت أو الإشكالية اللي صارت هي أثرت، أنا صراحة ما بلاقي أنه أثرت لأنه أساسا كان بعد في وقت. اثنين، التحالفات السياسية مبنية على مصالح مش على على آراء شخصية فقط، يعني يوم ممكن يكون في فريقين سياسيين ممكن ما يكونوا متفاهمين على كل التفاصيل، بس بيكون عندهم تفاهم على العملية الانتخابية لأنه مصلحة كل من الطرفين تقتضي ذلك. هلا بما يتعلق بعلاقتنا بالتيار الوطني الحر، صراحة نحن تحت بنود الاتفاق يلي صار بيننا، نحن بالمبدأ لا نحن غيرنا ولا هن غيروا، نحن كل إشكالية الأساسية هي مطروحة بما يتعلق بإداء الحكومة بالملفات المطروحة فيها. نحن ما عم نقبل إنه يكون في أي ملفات بتمرق خلافا لأحكام القانون أو لأحكام الدستور أو للأصول، بينما عم نلاقي إنه بعض الأحيان بعض الفرقاء الآخرين من الحلفاء ومن الخصوم إذا شغلة بتعنيهم لألون ما في عندهم مانع إنه يقطعوها. نحن صراحة السلم بالعرض يلي نحكى عنه هو سلم القانون مش سلم شيء تاني، نحن لا في إلا منفعة بأي ملف عم يكون، نحن ما عنا ومنا شركة لا بأي صفقة ولا بأي شركة ملتزمة أو ستلتزم، وبالتالي نحن حرين الضمير. الأصول شو بتقول؟ نحن بنشتغل على الأصول. هل أما فيما يتعلق بعلاقتنا بالتيار بتيار المستقبل، لا نحن من بعد كل اللي صار واضح أنه من بعض التصاريح لدولة الرئيس الحريري أنه هني بلشوا يرجعوا هاللهجة التخوينية اللي صراحة بيقدروا يوجهوها للكل إلا لألنا، هني بلشوا ينزلوا ورجعوا على الواقع أكثر، عم يكتشفوا أكثر وأكثر إذا بدك الخطأ أو التلاعب يلي صار ببعض الأمور أدت إلى ما أدت إليه. نحن بالوقت الحاضر بكون بجو تهدئة تمهيدا لإعادة قراءة اللي صار، مع العلم أنه نحن بالوقت الحاضر منه مطروح عنا أي نقاش قبل ما تتوضح كل الصورة. من بعد ما تتوضح كل الصورة ساعتها منشوف. أنا لمعلوماتي بعتقد أنه فيما يتعلق بأي زيارة، بتعرفي آخر فترة كتير نحكى لقاء أي لقاء أو زيارة، نحن صراحة لهلأ منا بجو وجود أي زيارة. عم نحكي عن لقاء بين الرئيس بين سعد الحريري وبين رئيس حزب القوات اللبناني والدكتور جعجعت بين اثنيناتهم، هلأ بالوقت الحاضر منه مبين أنه ما تحدد أي موعد. أبداً ما تبين بالوقت الحاضر الصورة منا باتجاه أنه يكون في لقاء قريب. مثل ما قلنا نحن في بعض الأمور يجب أن تتوضح قبل، من بعد ما تتوضح على ضوء الباقي بيصير بيجي بالتتابع بشكل منطقي وسليم ووفقا لما يعني نحن مش أول مرة بعتقد بيكون في تباين مع تيار المستقبل، والحكيم عدة مرات عمل زيارات للرئيس الحريري، وكمان الرئيس الحريري معراب زيارها مرارا وتكرارا، بالعكس يعني هلا وسهلا فيه عطول ساعات اللي بيطلع على بيته. بس التوضيحات يلي دكتور جعجع طلبها بعتقد انه حقنا انه نروح نحصل عليها، ومن بعدها بتصير الامور بشكل متدرج واهون، يعني ما بقعد في اشكاليه بالموضوع. نعم نعم، مثل ما حضرتك قلت يعني كان في تدرج من توتر بالعلاقه الى مشاورات، رحتوا اثنيناتكم على مشاورات ربما يقود الوزيران رياشي وايضا خوري غطاس خوري، اين اصبحت هذه المشاورات؟ اي شوط قطعت؟ صراحه نحن يعني كمان بنكون انا كثير صريح، الامور بعدها عم يعني نحن اللي طالبينه عم نطلب ايضاحات،
لما هالإيضاحات بتصير كاملة وفقاً لما احنا عم نطلبه وفقاً للأصول، لأنه نحن بنعتبر أنه الكلام اللي نقال من بعض المحيطين أو من بعض يلي بينسبوا نفسهم لتيار المستقبل، بعتقد أنه احنا حقنا أنه نسمع التوضيحات يلي نحن طالبينها، ومنا هيدي بتكون جزء من العلاقة بين وزير الرياشي وخوري بما يتعلق بفكفكة الإشكالية يلي صارت، وبعتقد أنه هيدي بتأدي ساعتها إلى البدء بالتفكير بعقد أي لقاء أو زيارة أو شو ما بدك سميها، ما في مشكلة بالموضوع، ساعتها بصير موضوع تفصيلي. هلأ نحن عم نطلب التوضيحات اللي لازم نطلبها، لأنه صراحة في إساءة بالعملية صارت، لما هالإساءة نعتبر نحن أنه الأمور توضحت يعني صارت ورانا، ننتقل إلى حتى ما نرجع نعيد ننتقل إلى المرحلة اللي من بعد. نعم استفادي كمان هني طالبين إيضاحات، يعني كمان مصادر مستقبل لصحيفة الحياة أكدت أنه رئيس الحريري تحديدا يطلب توضيحات معينة بشأن ربما الاتهام اللي توجه لكم حول إساءة علاقة الرئيس الحريري أو مؤامرة، نحكى عن مؤامرة لا تخريب علاقته بالمملكة العربية السعودية، يعني الإيضاحات متبادلة بهذا الموضوع. لا خليني ما بدي كتير استرسل بالموضوع، بس رح جاوب لحتى ما يبين كأنه أنا ما بدي جاوب. أولا القوات اللبنانية بهذا الموضوع كل الناس بيعرفوا أنه الكلام الاتهام مش احنا اتهمنا، وبالتالي من اتهم أو من سرب أو كل اللي طبعا عنه طبعا أنتوا تلقيتم الاتهامات، وبالتالي فإذا التبرير بيكون عنده مش عنا نحن. اثنين، نحن شو قلنا الحكيم وقت طلع بمقابلته الشهيرة نهار الأربعاء على الام تي في وقبل منا نهار السبت من عشية، بالعكس أثنى وقال انه الرئيس الحريري طول كتير باله. صحيح. على كل الامور اللي صارت، وبالتالي اخذها بصدره وقدم استقالته نيابه عن كل الناس، نحن ما بنكون عملنا خطا معه. اثنين، اذا في البعض بيعطفوا شوي على موضوع اللي صار بالسعوديه، هل كان محتجز؟ بتعرفي كل هاي الخبريه وسبق زياره لكمان دكتور سامي جعجع على السعوديه، كل هيدا ربطه انه الحكيم زار السعوديه قبل بشهر، وبالتالي الحكيم قدر بالسحر ساحر يقنع ولي العهد انه يعمل كل اللي عمله، مع العلم انه في كله علامات استفهام منه واضح، يعني قديش حزب الله ومحور 8 اذار حرف الموضوع عن مساره الصحيح اللي هو الاستقاله المرتبطه بيسلح حزب الله سواء بالداخل او بالخارج. انا بكل بساطه بجاوب للي ممكن يكونوا عم يتسالوا بحدثين بسيطين. الاول اللي قاله الرئيس الحريري لمجلة باري ماتش يلي حكي فيها انه كل الكلام اللي نقال منه صحيح، وبالتالي اذا كان نحن اذا الرئيس حرير بقول انا ما كنت بحالة الاحتجاز، من شي نحن بنقول لا مبلا كان بحالة الاحتجاز. اثنين، بعتقد في كلام صدر عن البترك الراعي، بعتقد ما حدا بيقدر يشكك يعني لا بمقامه طبعا ولا بصدقيته ولا بموقعه من على ارض المملكة العربية السعودية. شو قال؟ حكي عن موضوعين سؤال عنهم، هل الرئيس الحريري محتجز؟ بابتسامته قالوا انا ما شفت انه، بالعكس كنا عم نتنقل انا وياه بحريه تامه، وما شفت ولا اي شيء يدعو الى الريبه انه في عمليه احتجاز. اثنين، بما يتعلق باستقالته شو جاوب؟ قال انا تفهمت اسباب الموجبه للاستقاله. صحيح. وبالتالي لا بدهم يسمحوا لنا كلهم. اذا كان الرئيس الحريري هو قال اللي قاله واللي كرروا عده مرات بلا غير وسائل اعلاميه، واللي قاله غبطه البترك، إذا هودي اثنينهم ما بيعتبروا إنه لهم قيمة، بعتقد ما في لزوم بقى حدا ينبش لا على شو اللي صار ولا حدا يطلب إيضاح من حدا. لا، واضح إنه نحن صار في إشكالية من بعض المحيطين بالرئيس الحريري، نحن طلبنا توضيح على الكلام أو النميمة يلي صارت، على ضوئها نبقى منشوف شو بيصير. نعم، رئيس حزب القوات يقول الكثيرون يحاولون عزلنا وتطويقنا وهو أمر ليس بجديد، خبرناه لا بل اعتدنا من قوى أكبر حجما. صحيح. يعني اليوم بعدكم حاسين بمحاولات عزلكم؟ يحكى عن تحالفات معينة رح تكونوا خارجها. لك صراحة يعني موضوع العزل بعد بما أنه كتير نحكى عنه، خاصة أنه رئيس الحزب بالتحديد دكتور جعجع حكي عنه، وهلأ بعدك حضرتك عم تستجدي بكلامه، أنا رح أختصر الموضوع. العزل نحن أهلا وسهلا، يعني اللي بيحب يعزل نحن صراحة تاريخ النضال تبعنا بيشهد على كل حركتنا، وبالتالي بعتقد هذا آخر هم عنا إذا بيعتبروا في عزل ولا ما في عزل، هيدا واحد. اثنين، عملية العزل بتكون لأسباب موجبة، يعني حتى بما يتعلق بالكلام يلي بمرحلة ما قال عن الوزراء، صراحة نحن بنعزل ونحن بنتهم والناس كلها
حلفائنا واخصامنا كلهم اشادوا، الا اذا كل واحد بيقول انا وقت اللي قلتها ما كنت عارف انه بكره بالسياسه بدي غير رايي، بيبقى هو بيتحمل مسؤوليه. نحن في عزل لسبب وحيد، بدهم يعزلونا عن البقاء مدافعين عن تطبيق القانون. نحن هيدي كل الخبريه، القوات اللبنانيه اليوم ملتزمه بقرار واضح وصريح عبر وزراء ونواب وقيادتها الحزبيه، نحن لا نقبل اي ملف من الملفات على المستوى الوطني او المؤسساتي او حتى على المستوى الشخصي انه يكون مخالف للقانون، نحن سنكون اكبر المدافعين عنه. واهلا وسهلا باللي بيحب يعزل، كثير هينه بيحب يعزل وبيقدر حتى باتجاه الناس، على كل حال خليه يحطوا عيونهم بعيون الناس ويقولوا انه وزراء لا شبهة عليهم الا انه هن كثير دقيقين بما فيهم حتى يلي هن بيكونوا من بيئتهم بينزعجوا قديش هن دقيقين وما بيقبلوا الا كل شيء وفقا لاحكام القانون. اذا كان هيدا يؤدي الى العزل اهلا وسهلا بالعزل، وبنرجع بنذكرهم انه في كثير اقوى منهم بكثير بكثير بكثير، يعني عتات بالسلاح وبالامن وبالمخابرات ما قدروا يطوعوا القوات اللبنانيه، بعتقد هن اصغر بكثير من يلي بدهم يحاولوا انه يدجنوا القوات او يقولوا لهم انه اذا ما بتسمعوا الكلمه بنعلي السقف. لا صراحه نعم، نحن ما عندنا سقف، علوا اللي بدكم. استاذ فادي، على كل حال في كلام للرئيس نبيه بري بهذا الاطار العزل، ولكن سنتوقف مع فاصل قصير ونعود الى متابعه هذه الحلقه، ترميم العلاقه بين المستقبل والقوات وايضا ماذا بقي من اوعى خيك. فاصل قصير ونعود لمتابعه هذه الحلقه. نستكمل هذه الحلقة مع الأمين العام المساعد لحزب القوات اللبنانية المحامي فادي ظريف، أهلا وسهلا فيك مجددا. شكرا مرسي. يعني كنا عم نحكي بالعلاقة مع المستقبل، ولكن العلاقة مع تيار الوطن الحر ليست أفضل حالا، يعني من لحظة أعلان ورقة النوايا إلى الآن مرت هذه العلاقة بالكثير من المطبات ومنها ما يحصل داخل مجلس الوزراء. اليوم شو بقي من أوعى خيك؟ صراحة يعني ما بدي لا بين اني كثير متفائل، وكمان ما بدي الناس يقولوا انه كانه انا ما بعرف مش عم بعرف اقرا شو موجود على الارض. صراحه هو بين الحدين يلي حضرتك حكيتي فيهم. اوعى خيك تحت سقف البنود يلي تم الاتفاق عليها، يعني احنا بنعتبرها بنود سياديه وتشبه 14 اذار بالتمام والكمال. الاشكاليه اللي صايره نحن والتيار الوطني الحر هي مش على هودي الثوابت بالفعل، هي على كل ما يتعلق بإدارة الشأن العام. نحن عنا وجهة نظر، لما قلنا نحن ما بينعصوا الحراس بالمفهوم السياسي والسيادة، كمان هول الحراس هن ذاتهم يلي هن اليوم وزرائنا بالحكومة ما لح ينعصوا عن تطبيق القانون. كل الإشكالية إنه نحن بمجرد ما كل شيء بيروح وفقا للقنوات القانونية ووفقا للدستور ولعمل المؤسسات، صراحة نحن أكثر ناس بنكون مبسوطين وبنكون مرتاحين ونتقبل كافة النتائج. ونحن ما عندنا شيء بالشخصي لا بالتعيينات ولا بالإدارات ولا بالمشاريع، نحن ما قلنا شيء. نحن عم نقول يعني ليك أقول لك شغلة، القوات اللبنانية وقت طرحت وقت اعتبرت إنه هي عم تعرق الملف الكهرباء، طيب ملف الكهرباء وقت راح إدارة المناقصات رجع وقال مزبوط هذا الملف كتير منيح ما فيه ولا شائبة، وبالتالي يا شباب عيب أنتوا القوات اللبنانية كنتوا عم تجربوا تعملوا ابتزاز سياسي؟ أبدا، إجا العكس تماما. كل اللي احنا ضوينا عليه وزياده طلعوا من دائره المناقصات يلي هي وحده من اجهزه الرقابه. طيب اذا ما بدنا نحتكم لاجهزه الرقابه، كيف بنكون نبني دوله؟ كيف نعمل اصلاح؟ كيف نعمل تغيير؟ بالابقاء على الذهنيه القديمه يلي هي ذهنيه المحاصصه والاتفاقات من تحت الطاوله من فوق الطاوله، طالما الكل مستفيدين برافو بيكون مجلس الوزراء فظيع، ما بيكون حدا عم يشاغب ابدا. نحن بالنسبه لنا واضح، طالما الامور عم تمشي وفقا للمجرى الصحيح اهلا وسهلا فيها. كل مره بتكون فيها مخالفه او فيها تحت الطاوله او فوق الطاوله سنكون بالمرصد. وزير الطاقه بيقول انه مع محبتي للي بيزعل يعني من مين ما كان يكون يعني. نعم، لكن وزير الطاقة بيقول انه انتم من خلال عرقلتكم لملف الكهرباء حرمتوا اللبنانيين من الكهرباء 24 على 24. يلا رح جاوبك على لسان الوزير جبران باسيل يلي قال من يومين انه ملف الكهرباء هناك من يعرقله منذ 4 سنوات. شك خلي يجاوب هو مين من 4 سنوات، احنا ما كنا بالحكومه، نحن قلنا على القد سنه الا شوي بالحكومه، نحن ما عرقلنا خلال 4 سنين.
وهو اللي وعد بانه بال 2015 رح يكون عندنا كهرباء، مش انا اللي وعدت، وهو اللي كان بوزاره الطاقه مش احنا كنا بوزاره الطاقه، هو اللي كان مع 10 وزراء بالحكومه مش احنا اللي كنا، مش هيك؟ ما كمان الواحد يعني اذا الواحد بيقول الحقيقه ما لكن بوقتها اتهم تيار المستقبل بعرق اللي تخططه تحت سقف اوعى خيك بدي ضوي على الحقيقه، ما واحد حتى بقلب بيته مع خيه اذا خيه عم يتجنى ما بيقول له انه خيي انت هون في غلط، انا عم اقول لخيي في غلط طول بالك البوصله ممكن تكون مضايعه بعض الاحيان، ارجع اعمل دراسه خاصه انه هو اللي عم يقول هالكلام مش احنا اللي عم نقوله، هو قال انه من 4 سنين هو على مين كان عم ياشر، هو بيعرف على مين عم ياشر، انا ما رح اقول عنه، انا بعرف بس ما رح اقول عنه، هو كان عم ياشر على احد اخر غير القوات اللبنانيه. نعم القوات اللبنانيه كل شيء طلبته بهذا الملف وقت اللي هي صارت بالحكومه تطبيق الاصول والمعايير، طالما الاصول والمعايير لا تحترم رح يكون راينا هو ذاته، اوعى خيك لما بيكون خيك عم بيكون عم يعمل غلط ما بتقول له لانك خيي تكرم عينك تعمل بدك اياه، بتوضحي له، نحن كل مره بالحد الادنى عم نوضح لهم انه نحن ما بنقبل، ولانك خيي بالذات تحت هيدا الشعار بالذات واللي عزيز على قلبه للوزير رياشي كثير هيدا الموضوع، تحت هيدا السقف حتى هو الوزير رياشي يلي كان عرب ما بيقبل انه خيه يتصرف بشكل خاطئ، وبالتالي لا نحن ملف الكهرباء كل الناس كل الاعلام كل المؤسسات الرقابيه كلهم زقفوا لموقف القوات، مش لانه بحبوا القوات بالمطلق هيك، ما حدا بحب حدا بالمطلق، بحبوا على الاداء، القواتيين بحبوا القوات لانه مقتنعين بالخط السياسي وبالمسار التاريخي يلي هي ماشيه فيه، بس الاخرين يلي هن ممكن يكونوا حلفاء او حتى بعض احيان اخصام او من يلي ما بينتموا بشكل هيك واضح لاي خط سياسي، كلهم اعتبروا انه لا مقاربه القوات اللبنانيه بكل ملفاتها هي مقاربه واقعيه قانونيه دستوريه ولا تمت الى الشخص اللي بيصله. نعم ولكن من يعني من نتائج التباين بينكم وبين التيار الوطني الحر عرق للتعيينات بدليل تلفزيون لبنان الذي صار له ناطر تعيين رئيس مجلس اداره واعضاء مجلس اداره، وهذا الملف ايضا لا زال يعني مجمد عظيم تحت شعار التباين. لا يعني كمان حضرتك بشكل واضح اشرتي الى الجهه يلي عم تعرقل، انا رح اروح بمقاربه مؤسستيه، نحن اليوم الوزير الرياشي وقت اللي وصل على وزارة الإعلام كان فيها الملف مطروح أمامه وكان فيه الإشكالية اللي كانت قائمة مع من كان مكلف بإدارة التلفزيون. الوزير رياشي شو عمل؟ إجا جاب حدا بخصه طرحه على مجلس الوزراء، عمل قليل جاب شخصية قوتية وما أكثرهم من يلي بيليقوا بتلفزيون لبنان وتلفزيون لبنان بيشوف حاله فيهم لأنه فيه كفاءات ما يكفي ويزيد. نعم. ما عمل هيك، قال أنا بدي روح على العمل المؤسساتي، في بعض رفقنا ليموه انه ما بيصير الباقيين كلهم بيعينوا من جماعتهم وبيعينوا على طريقتهم، نحن كان بما انه القرار متخذ منذ اللحظه الاولى انه لا نقبل باي عمل بمجلس الوزراء او بالوزارات يلي يعني عندنا نحن وزراء فيها الا ما يكون وفقا للاصول، شو كان بنظره الاصول؟ انه بنروح على المؤسسات الرقابيه بالتعاون مع وزير الدوله للتنميه، حطوا اليه تمت هيدي الاليه منا لحالها غربلت الامور وصولا الى ثلاث اسماء شو عمل فيهم الوزير رياشي؟ حطهم بجيبته قال انا بدي نقي واحد منهم، رفعهم ثلاثتهم على مجلس الوزراء. مجلس الوزراء هو المتقاعس مش الوزير رياشي. مجلس الوزراء عم يخالف مش الوزير رياشي. نحن بالعكس حرام اللي عم يعملوا بتلفزيون لبنان، مش لاني انا بتلفزيون لبنان ولا لانه تلفزيون لبنان يعني بالمعنى يلي الناس ممكن ينتقدوا فيه كيف بيكون إدارة أموره. نحن تلفزيون لبنان مؤسسة وطنية عريقة منشوف حالنا فيها وهي محترمة حالها وهي بالنتيجة هي صوت لكل اللبنانيين. ما بيصير يعني المؤسسة من مؤسسات يعني الدولة الأم يلي مفروض تكون الدولة عم ترعاها بالشكل اللي لازم ترعاها يكون آخر حدا عم تتطلع فيه ويروحوا ينبشوا على بعض التعيينات يلي في لهم منفعة فيها ويلي ممكن يكون فيها شيء من الزبائنية السياسية، ولأنه اليوم مش الحال على مهل الوصل ليوصل على تلفزيون لبنان نتركه يتدمر تدريجيا، لأنه حضرتك بتعرفي لما ما بيكون في رأس مثل ما أكيد. لازم يكون مثل بالبيت بيخ شو بيصير بالأولاد بيخرب البيت، وتلفزيون لبنان بيت لبناني عريق بيخرب إذا ما تم تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة له، وهذا الموضوع صراحة هو بعهدة الحكومة اللبنانية يلي مفروض على رئيس الحكومة بالتشاور مع الجمهورية يحطوا على أول جدول أعمال، وكان يفترض من
من شهر واثنين وثلاثة لورا يكون على جدول أعمال، وأن لا يتم ربطه بأمور أخرى لا تمت إلى القانون أو الأصول بصلة. لأنه بعرف أنه البعض سمعت كلام أنه ممكن يكون في حدا ربط بالوكالة الوطنية، هذا الشيء يعني بطل سر طبعا طلع كل الوسائل. الوكالة الوطنية مؤسسة وتلفزيون لبنان مؤسسة، آلية التعيين تحترم هون وآلية التعيين تحترم هون، آلية الإقالة تحترم هون وآلية الإقالة تحترم هون. ما فينا نحن لحتى نمرق وحدة من حتى نمرق وحدة وفقا للقانون من خلال القانون البطل يعني ما بنقبلها. ما احنا قلنا انه احنا التسميات اللي احنا عادة بنطلقهم كحزب ما نون شعارات هيك فاضيين من مضمونهم، كل وحدة نحن بنثبت يعني احنا وقت بنقول انه ما بينعصوا الحراس بنثبت انه ما بينعصوا الحراس، يعني مش كلام بنقوله هيك، وقت احنا عم نقول احنا حراس على القانون وعلى الدستور وعلى الاصلاح فعلا وعلى التغيير فعلا بنكون احنا مؤتمنين عليه مثل ما لازم يكون مؤتمنين عليه. نعم، ولكن نكون مؤتمنين عليه على مجلس الوزراء وعلى رئيس الحكومة كونه هو يعني مولج وفقا لأحكام الدستور انه يوضع جدول اعمال، مفروض هالملف بما انه وصل على الامانة العامة لمجلس الوزراء ان يوضع على جدول اعمال مجلس الوزراء ويطلع القرار اللي بيطلع وفقا للأصول لا اكثر ولا اقل. نعم نعم، بعد ذلك بنكون انقذنا تلفزيون لبنان، ولا بل بالعكس بنكون ساعدناه انه يروح خطوة اضافية باتجاه الحداثة باتجاه التطوير باتجاه القيام بالدور يلي هو وفقا لأحكام القانون انه لازم يقوم فيه. نعم، ولكن كمان كان بالبداية لما نعمل وزير الرياش الآلية يعني طبعا هي نوايا حسنة ونوايا مهنية بالدرجة الأولى. نعم، ولكن بالنتيجة نزع من يد رئيس الجمهورية هذا الحق اللي كان على مدى يعني التاريخ أنه رئيس الجمهورية هو بعين بتلفزيون لبنان وما بيخضع لآلية، ورغم هيدا الشيء رئيس الجمهورية مشي بالآلية، ولكن نعم منكتشف أنه الأمور تعرقلت وبعدها بمسارها المجمد. نعم، أولا وفقا لأحكام الدستور والقانون ما في شيء اسمه رئيس الجمهورية هو بعين، إذا هيك بيكون كلام صحيح. اثنين، وقت اللي الوزير الرياشي أطلع الآلية مع وزير آخر بالحكومة مع مؤسسات الرقابية، يعني بعتقد رئيس الجمهورية لازم يكون مبسوط، مش هو البنادي كان قبل ما يتم انتخابه رئيسا للجمهورية مش هو اللي كان عم ينادي بالإصلاح والتغيير والخلاص من الذهنية الزبائنية وكل شيء خلافا للقانون. صراحة هو بهذا الملف ما بيكون عم يقارب يلي كان هو عم يقوله، بعتقد بيكون الوزير الرياشي عم يقارب اكثر هذا الموضوع. اثنين، كان بيقدر وقت اللي الوزير الرياشي اطلق الاليه بالتعاون مع وزير اخر مش وزير اخر قواته، لنقول انه والله عملوا على طريقه المؤامرات اللي بعض الاحيان بنحب كلبنانيين نركبها بكل شيء نستعمله مع وزير اصلا بعتقد بمقلب اخر وزير التنميه الاداريه طبعا دكتور عناية عز الدين. اكيد هي ما بتمثلنا لانها بتمثل حركه امل، وبالتالي لا يعني اذا كنا نحن وياها عملنا آلية وفقا لاحكام الاصول والدستور مش لازم يزعل الرئيس، وحتى لو كانت هيدي اذا سلمنا جدلا انه هيدي يعتبر انه مساس بصلاحيته، طالما هي لا تخرج عن الاصول لا بل بالعكس تعزز العمل المؤسساتي وانه تصير بشفافيه اكبر ويكون في ناظم لاي تعيين لازم يقول انا يطلع الرئيس بيقول انه انا افتخر انه رغم انه هي صلاحيه معطاه لي انا اقبل انه اضعها على مجلس على جدول اعمال مجلس الوزراء وخلي مجلس الوزراء بالتصويت ياخذ قرار او بالاتفاق ياخذ قرار بريده. وبالتالي بالعكس يعني اللي عمله الوزير رياشي ما فيه اهانه للرئيس، فيه تحسين اكبر للرئيس. نعم، وبيعطي صوره احسن من الصوره الحاليه للرئيس، يعني الرئيس اليوم عم يعطي صوره جيده عن ادائه برئاسه بسده رئاسه الجمهوريه. هيدي كانت اجت وحده اضافيه من الصور يلي مفروض تكون لازم العهد من هلا ليكون انتهى. نعم، بدي ارجع معك لموضوع العلاقه مع التيار الوطني الحر تحديدا بالملف الانتخابي. نعم، يعني نائب فادي كرم امبارحه بتغريده عم بيوصف البعض بعض فتنويي التيار. نعم، فتنويي التيار، هل قصد يعني الوزير باسيل بفتنويي التيار؟ والى اي مدى هذه العلاقه قد تعيد مشهد التحالفات او اعلان الانتخابات اسماء الانتخابات من قبلكم؟ يعني الى اي مدى قد يطلب من النائب انطوان زهره ان يترشح مجددا في الباترون مع النائب بطرس حرب؟ يعني اولا اللي قاله الوزير النائب فادي الدكتور كرم بعتقد بنحطه باطاره، لو هو اراد انه يوضح مين كان هو يوضح، وبالتالي من له اذنان سامعتان فليسمع ويتعظ لانه هذا الكلام واضح وصريح، وبعتقد كل واحد بيعرف حاله وقت حدا بيحكي عنه بدون ما يسميه. بما يتعلق بهذا الشق بعتقد الرساله والكلام يلي نحن كان الهدف من ايصاله بعتقد انه وصل للجهه المعنيه فيه. اثنين، بما يتعلق بمجمل التحالفات مثل ما قلنا نحن بعد بكير عليها. ثلاثه،
بعتقد بما يتعلق برفيقنا الاستاذ انطوان زهره ما حدا بيقدر يملي علينا. في مرشح ونائب فادي سعد، ولكن الى اي مدى قد خلينا نقول نحن يعني، لانه بسؤال حضرتك وكانه قد يطلب منا، نحن لا يطلب منا يعني، نحن لا قد ما حدا بيقدر يطلب حضرتك منا. ما فهمت علي، انا قصدي لا حدا. طبعا انا قصدت قد يطلب من النائب انطوان زهره ان يترشح، يطلب منه من القوات يعني من قياده القوات. أول طبعا هذا في هذا موضوع بالوقت الحاضر غير مطروح نهائيا. مرشحنا عن المقعد الماروني بالبترون هو رفيقنا دكتور فادي سعد، واستاذ زهره اليوم هو نائب عن القوات اللبنانيه عن المقعد الماروني بالبترون لحين انتهاء ولايه المجلس. حليفكم اي قرار اخر، اي قرار اخر يعدل بهي الوضعيه يعود امر البت فيه لقياده الحزب مش لحدا ثاني. وبالوقت الحاضر قياده الحزب هيدا موقفها من بعد ما انعمل اكثر من اجتماع واكثر من دراسه واكثر من تباحث بالموضوع ومشاوره، طلع معنا لاسباب تتعلق فيها نحن، ونحن بنقدر اكثر من غيرنا ظروف معاركنا نحن. بعتقد بهذا الموضوع مرشحنا هو نعم دكتور نعم. بالوقت المتبقي الرئيس بري اليوم عندما سئل عن محاولة عزل القوات قال لن أقبل بعزل أي فريق، إلى أي مدى يعني كلام الرئيس بري قد يشكل مدخل لا ربما تحالف انتخابي، لأنه في كتير مناطق أنتم موجودين فيها وفي أصوات شيعية عم نعطي مثل جزين، إلى أي مدى قد يعني يكون مدخل لتفاهم انتخابي؟ صراحة نحن علاقتنا بالرئيس بري علاقة يعني فينا نقول أنه علاقة ممتازة على المستوى المؤسساتي، والرئيس بري بيعرف اكثر من غيره يعني بموضوع العزل، هو قال سواء بالعزل او بالبحث لانه بالموضوعين هو حكى. بعتقد انه كان في محاولات قديمه لعزل حركه امل بشكل متتابع وباكثر من مرحله، بعتقد هو بيعرف كثير منيح وقال انه ما حدا بيقدر يعزل حدا، وبالتالي بعتقد هذا كمان بشكل اضافي كلام الرئيس بري انه يعني هذا الموضوع خلص اسمحوا لنا فيه. ويمكن هو كمان بيعرف كثير منيح انه عم يتوجه العزل لناس ما بيطبق علينا، عم بحكي عن القوات اللبنانيه، وبيعرف انه احنا مش اشخاص اذا نتفي حدا بيعلي الصوت يعني احنا عاده بيعلي درجه بيطلع دغري 10 فوقه بقى، وبالتالي بعتقد لازم يروحوا ينبشوا على شيء ثاني، خاصه انه ما عندهم شيء بايدهم يقدروا يعني حتى يواجهوا فيه الناس. هلا اما فيما يتعلق بالتحالفات الانتخابيه صراحه نحن مانا مسكرين على حدا ولا على حدا على الاطلاق، بالاخر بالانتخابات يعني باستثناء موضوع حزب الله يلي الوضع مش كمكون ولا شيعي ولا لبناني ولا كحزب سياسي، ارتباطاته نحن معروفه حول مقاربه ارتباطاته الاقليميه بايران، ارتباطاته بالصراعات بالصراع بالمنطقه كلها سوا من سوريا وصولا الى اليمن، امتلاك السلاح خلافا للاصول بلبنان والتهويل فيه واستعماله وقت لازم يستعمله ليطلع له منه منافع سياسيه، باستثناء موضوع حزب الله يلي محصور، نحن مع الاخرين كلهم في اتصال مع الكل، نحن في تفاعل مع الكل، متى تلتقي مصلحتنا مع مصلحتهم بالعكس نحن بنكون مرحبين، والرئيس بري منه بعيد عنا ابدا بالعكس يعني. نعم سمعنا عم ينحكى كثير عن تحالف خماسي يعني امل حزب الله تيار المستقبل تيار الوطن الحر والاشتراكي. نعم الى اي مدى هذا الحديث يعني هو جدي او مش او هو غير قابل للحياه كيف بتلاقيه؟ صراحه هذا طلع بالتزامن مع سمية بالعزل صحيح. وبالتالي مات مع العزل دغري يعني ما لحق وعي لحتى تم دفنه مباشره، لانه بعتقد اكتشفوا سريعا انه هذا الموضوع ما فيهم يعملوا معنا نحن. هلا بعدين بيتحالفوا مع بعضهم بالسياسه هذا حقهم، مثل ما احنا عم نقول منفتحين على الكل وممكن نتحالف مع مين ما كان، باستثناء الوضع الخاص يلي اشرت له، بعتقد انه هن اي تحالف خماسي فيكون سداسي فيكون مطارح ثنائي مطرح ثلاثي ممكن يكون شو ما كان يكون، بس المهم انه بطل محطوط بالاطار يلي هن بالعكس اعتبروا انه اللي عملوه اكثر واكثر ظهر قوه القوات اللبنانيه الحقيقيه، خلى الناس توقف وتطلع يعني يلي البعض ما كان عم يدقق بتصاريح القوات او بمواقفها، جبرون هن بايدائهم السيء عبر استعمال تعابير ما لها يعني ما لها مطرح بالصرف عنا نحن، بالعكس رجعت القوات اللبنانيه اخذت رونق اكثر من الرونق يلي كانت حاصله عليه، ورجعوا الناس ايدوا اكثر من قبل مواقف القوات اللبنانيه، وبعتقد انه يلي عم يتعاطوا بالشان العام بيعرف انه باستطلاعات الراي
الجديدة اللي انعملت، الروايات اللبنانية تتقدم عكس ما كانوا هن يتمنون. نعم نعم، يعني فضل معي وقت كتير قصير، دقيقة فضل. بدي استفيد منها لأسألك عن المشاورات التي كنتم بدأتموها مع تيار المردة، إلى أين وصلت؟ صراحة هيدي منا شغلة جديدة، بعتقد ربما من فترة قصيرة انحكى إنه في مشاورات أو في لقاءات، هيدي موضوع له سنتين ثلاثة أربعة لورا عم ينشغل على نار هادية الأمور، ما في شيء مستعجل حتى نروح نعمل شيء بالسياسة، لأنه هو مش الهدف إنه نحن ما نكون مع فريق نكون مع أي فريق آخر، مثل ما عملنا مع التيار الوطني الحر، بنينا مثل ما إحنا شفنا على أرض صلبة لتوصلنا للبنود يلي شكلت المدماك الأول للعلاقة، بعتقد نفس الشيء على رواق عم ينشغل موضوع بيتعلق بتيار المردة، وفي رفاق لقلنا وفي من تيار المردة عم يتلاقوا بشكل دوري وعم ينسقوا خطوة ورا خطوة، لأنه صراحة متمل نحن عم نبني شغلة صلبة ما عم نعمل شغلة ظرفية. الشغلة الظرفية ممكن تقولي هلأ لأنه أنا مزروك هون بروح بعمل تحالف وبرجع مثل ما بيعملوا البعض للأسف، وبتكون واضحة كتير للناس أنه اللي عم يعملوه هو بنكاية السياسية مش بالقناعة السياسية، نحن عم نروح على القناعة السياسية نحن وتيار المردة. نحن أولا بنكون عم نطوي صفحة وآخر صفحة بعتقد بتكون بكل ما حدث في لبنان بكل الاتجاهات، وبنبني منا لقدام على اثنيننا نكون عم مع بعضنا أو حتى إذا كنا بخصومة، بس اثنيننا بيكون هدفنا لبنان مش شي تاني. نعم، يعني الأمين العام المساعد لحزب القوات اللبنانية الأستاذ فادي ظريفة، نحن كمان منضم صوتنا لصوتك إلى مزيد من الوحدة وتحصين الوحدة الداخلية. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.